هذا الفيديو اللي وراي يا اخوان، هاي جزيرة ماوي في هاواي، اجمل مكان كان على سطح الارض قبل اسبوع. درجات الحرارة معتدلة 365 يوم بالسنة، بين 28 يعني ما يوصل 30، 29 22 28 درجات الحرارة. كانت جنة من جنان الارض، وبعيد عن اي ارض يابسة. هي جزيرة 6 ساعات بالطيارة، يعني إذا تريد تروح له بالباخرة يراد لك شهر، ولكن بأمر رب العالمين أصبح رمادا وهشيما منثورا مثل ما تشوفون بها يخوت بملايين الدولارات. فاللي يحفظك ربك، لا تقول أنا عندي فيلا، أنا عندي سرداب، أنا عندي كذا. غير رب العالمين ما حد يحميك. هاي لا صار بها حرب ولا طيارات ولا قصف، لكن ربك خل شيء كن فيكون، فاعتمد على الله، فاعتمد على الله، فاعتمد على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي. I love you Allah. أنا أقول يا إخواني، آن الأوان أن نقول: يا شاكيا هم الحياة وضيقها، أبشر فربك قد أبان المنهجا. يا شاكيا هم الحياة وضيقها، أبشر فربك قد أبان المنهجا. من يتقي الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا، يجعل له من كل ضيق مخرجا، يجعل له من كل ضيق مخرجا. وأحسن منها قول ربي جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك.
لك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة I love you, Allah.